ربيعة. طيب احنا ننتقل الآن إلى محطة أخرى وهي أيضا من قطاع غير ربحي الخيري، ننتقل إلى جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة، جمعية خير، حيث قدمت خلال الربع الأول من عام 2021 مساعدات مبلغ 3,577,237 ريال، قدمت ل 4,055 مستفيد في الجمعية جمعية خير. وجاءت هالمساعدات ضمن عدة برامج، هي برنامج تأمين مسكن اللي يقدم فيه مساعدة لسداد أجرة السكن، وأيضا المساهمة في ترميم المنازل وصيانتها، وكذلك برنامج كفالة أسرة يشمل المساعدات النقدية وكذلك الغذائية. كذلك عبد الله، من برامج الجمعية برنامج تفريج كربة اللي يتم تقديم مساعدات للأسر اللي تحتاج تدخلا عاجلا طبعا لتقديم المساعدات، من برنامج كفالة يتيم وبرنامج مساعدات الزواج، وكذلك برنامج كسوة شتاء وبرنامج مساعدات للأشقاء السوريين. أيضا العمل مركز اكتفاء للتنمية البشرية التابع للجمعية على توظيف وتدريب ودعم مشاريع ل 55 مستفيد. الجمعية كذلك طرحت في برنامج العمل التطوعي 32 فرصة تطوعية، وبلغ فيه مجموع ساعات التطوع 905 ساعات تطوعية. للحديث أكثر عن برامج الجمعية جمعية خير، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن حمد الواصل، مدير التنفيذي لجمعية البر بعنيزة، ونقول حياك الله أستاذ محمد على شاشة المجد في برنامج المجد للوطن. حياك الله أخوي سلطان. الله يحييك. حياك الله أخوي عبد الله حبيبي، مساكم الله بالخير جميعا. سيد بالنور. حيا الله المشاهدين الكرام. يا مرحبا بك أستاذ محمد. في البداية ودنا نتحدث عن أبرز برامج جمعية خير بعنيزة. بسم الله، أقول مستعينا بالله إن جميع جمعيات البر الخيرية بالمملكة لها أعمال جديدة، ولو لم يكن من عملها إلا استلام الزكوات والصدقات وإيصالها لمستحقيها والحفاظ على كرامتهم لكفى. ولكن والحمد لله مع رؤية 2030 أصبح القطاع الثالث مطالب بالمشاركة في التنمية والتمكين. لذلك نحن في جمعية بر الخيرية بعنيزة يسر الله لنا أن نقوم بالجمع بين العمل الرعوي والعمل التنموي من خلال مركز الاكتفاء. فالجمعية ولله الحمد تساعد الناس الأكثر حاجة وهم الأرامل والأيتام والمطلقات كبار السن والمرضى وغيرهم. ساعدتهم في كثير من الخدمات مثل دفع الإيجار عنهم وتوفير السلال الغذائية والعلاج والأجهزة المنزلية وغيرها من الخدمات. هذا فيما يخص الجانب الرعوي. في الجانب التنموي وهو يعتبر الذراع المهم في الجمعية ممثل في مركز اكتفاء، حاولنا أن ننقل المستفيدين وأبنائهم من الرعوي إلى التنموي. يا سلام. ذلك من خلال حصر العاطلين عن العمل وإدخالهم في ثلاث مجالات. أقول ثلاث مجالات تنميهم. المجال الأول هو التدريب، وأقصد به تدريب المستفيدين بدورات تنمي لهم شخصياتهم وتكون موجهة لكسب مهارات معينة تفيدهم وتطورهم لذواتهم لكي يستطيع أن يسوق نفسه لسوق العمل. هذا في المجال الأول. طيب إذا جينا نتكلم يعني بلغة الأرقام مثلا، يعني من دربوا، كم عددهم مثلا، الجهات اللي أصلا، هل يعني هناك حقيقة كثير من الجمعيات ومنها جمعيتكم ما يعني يمكنون بعض الأسر من تمكينهم في بعض الحرف، بعض الأشياء اللي ممكن تساعدهم في سوق العمل؟ يعني أعطينا أمثلة على ما تم. التدريب تم تدريب ما يقارب الآن خلال الستة شهور الماضية تم تدريب ما يقارب 180 مستفيد من أبناء الجمعية. نعم. سواء كان عاقل عن العمل أو كان على رأس الدراسة في نهاية الجامعة، نهيئهم للسوق العمل بالنسبة للطلاب الجامعيين. في مجال الثاني التوظيف، تم تدريب عدد من المستفيدين العاطلين عن العمل الجاهزين لسوق العمل، تم تدريبهم لبعض المهن المطروحة في سوق العمل الآن مثل السكرتارية والاستقبال وغير ذلك. وتم توظيف 10 تقريبا خلال الأربع شهور الماضية بالشراكة مع بعض الشركات في المحافظة، وهذه يعتبر جذرة مناسبة جدا خلال الأربع شهور الماضية.
ما شاء الله. اسمح لي بقي المجال الثالث وهو يعني من المجالات التمكين لابناء المستفيدين هو دعم المشاريع الصغيره. بعد ما حصرنا العاطلين على العمل وتم فلزهم يبحث عنهم من عنده مهاره في جهه معينه، ليس فقط في الاسر المنتجه بل حتى الشباب من عنده مهارات معينه في اي مجال. من نحس انه عنده مجال هذه المهارات يتم صقلها وتدريب عليها ثم يتم دعمه كمشروع. وافضل من هذا يا اخي عبد الله واخوي سلطان اننا بعد ما ندعمه بالمشروع لا نتركه، بل نقول كل ما شاركت في مهرجان عن كل يوم تشارك في مهرجان لك مبلغ مكافأة كدعم يعني له. كدعم له كل يوم يدخل في اي مهرجان، المهرجان يقعد 10 ايام 15 يوم 20 يوم، كل يوم يكون متواجد في هذا المهرجان كسبه ما كسبه له تماما ما شاء الله، وبالاضافه لان نعطيه مكافأة. ايضا الموظف من نستطيع توظيفه الحمد لله تم توظيفه يضاف الى راتبه 1000 ريال من الجمعيه لمده سنه كامله ما شاء الله، تشجيعا له وتثبيتا له في وظيفته. يعني من يتوظف ويتم راتبه يكون 4000 يتم دعمه ب 1000 ريال يكون راتبه 5000 ريال لمده سنه كامله. بعد السنه نتوقع انه ان شاء الله خلاص ثبت اقدامه في هذه الشركه يتم ايقاف العمل دعمه بهذا. ما شاء الله تبارك الله. هذه من احد المشاريع اللي كانت يعني المصري الاداره حريص عليها ان تنميه ابناء المستفيدين ونزالهم الى سوق العمل. حقيقه انها مشاريع يعني عده يستفيد منها اكثر من فئه مثل ما ذكرت وارقام ما شاء الله. ايضا مشاريع لها هدفها. حتى الدورات اللي نقيمها كل مستفيد يحضر دوره عن كل يوم له مكافاه. بالاضافه ان الدوره مجانا من الجمعيه لكن كل يوم يحضر للدوره له مكافاه. كل هذه الاعمال والمكافآت هي تشجيع الابناء المستفيدين نرغب بنفسهم من الرعوي الى الثانوي باذن الله سنحقق هذا الهدف يوما ما. كدعم تحفيزي للمتدربين. طيب احنا نعم. ودنا نتكلم عن المستقبل، ما هي الطموحات والرؤيه المستقبليه لجمعيه خير بعنيزه؟ الحقيقه الهام الهاجس الكبير عندنا هو ما سبق تكلمنا فيه هو نقل الاسر المتواجده عندنا من الرعوي الى الثانوي. ويا عبد الله الان احنا عندنا 1200 اسره تتكلم عن 5500 فرد في الجمعيه، هذولا يستلموا يعني يتم مساعدتهم شهريا بمساعدات مختلفه. نعم هذا العدد اللي يتم في الجمعيه جالسين نعمل عليهم ان ننقل ولو جزء منهم كبير ننقلهم من رعوي الى تنموي بشتى المجالات، سواء حتى الان دخلنا في موضوع الدراسه اخوي عندنا برنامج تفوق وعندنا الدعم التشجيعي للمتفوقين، كل طالب يحصل على تقدير جيد جدا او ممتاز نكافئه من ابناء المستفيدين. اعتقادا منا باذن الله ان الدراسه هي مفتاح للرزق في هذا الزمان. الطالب اذا تخرج من الثانوي بتقدير ممتاز قبوله في الجامعه يكون اسهل. نعم. اذا تخرج من الجامعه بتقدير متميز قبوله في سوق العمل يكون ان شاء الله اسهل. يعني ما شاء الله تبارك الله نتكلم على متابعه عن الجمعيات ويمكن يرفع ايضا عائلته. نتكلم عن متابعه سواء في التمكين، التوظيف، التدريب، المتابعه حتى بعد الدراسه. يعني رعايه كامله للاسره وابنائها. حقيقه نسال الله عز وجل ان تكلل هذه الجهود. الطموح الثاني ايضا عندنا طيب وهو الذي نعمل عليه طيب الان سريعا سريعا ان سمحت لي التحول التقني يا اخي. التحول التقني في جميع الجمعيات ليس فقط في المعاملات الورقيه بل حتى في تقديم المستفيد نفسه انه يستطيع ان يقدم وهو في منزله، يقدم ويبحث وهو في مكانه حفاظا على كرامته، وتصل المساعدة أيضا وهو في منزله عن طريق إذا كان إيجار فهو تنزل مباشرة على البرنامج إيجار والعقد الإلكتروني للمؤجر، أو إذا كانت مساعدة لسلة غذائية أو مال مقدم أو أي شيء يتم نزاله في حسابه الخاص دون إن شاء الله مراجعته للجمعية. هذا الهدف بإذن الله حققنا منه الآن 70% 80% ونأمل إن شاء الله بنهاية هذا العام أن نكون كل أعمالنا بإذن أصبحت بالتقنية وعن بعد بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ محمد بن حمد الواصل المدير التنفيذي لجمعية البر بعنيزة جمعية خير، تكلم ما شاء الله عن عدد من المشاريع كذلك عن الفئات المستهدفة وعن أبرز المشاريع وكذلك عن الرؤية الدور التنموي كذلك. يا سلام.